مرحبا، اسمي جمان. اليوم رح نتعرف على السكين كير روتين مالتي، شنو اللي استخدمه لبشرتي وشنو اللي فادني اكثر من براند كارلا. رح نبدا اول شيء بالبلاك ماسك. طبعا هذا الماسك ماسك المغناطيس. الحلو بيه انه المغناطيس بالجزئيات اللي بيه يشيل كل الشوائب من البشرة، وخلال هذه الفترة البشرة قادرة على انها تجدد الخلايا وتجدد الدورة الدموية. فرح نبلش نحط الماسك. خلصنا من الماسك، مثل ما انتم شايفين البشرة دا تلمع. فرح نروح للمنتج الثاني من كارلا، هذا هو الجولد اسنشال ميركل. الحلو بهاي الأمبولات مجموعة كورس كامل، استخدموها وشوفوا النتائج انتم. رح اجرب واحدة وياكم اليوم. الحلو انها تعزز مرونة البشرة، تنتي نظارة، تفتيح، تحارب التجاعيد، تشد الوجه، وبنفس الوقت ترطيب يدوم مدة طويلة. وهذا الكريم مال العين، فرح نستخدمهم هسه أنا وياكم سوا. وصلنا لآخر منتج من كارلا. قبل ما أبدأ أحكي عن أي شيء يخص هذا المنتج، رح أقول لكم إنه هو ينفع لكل أنواع البشرة مهما كان نوع بشرتك، والبشرة الحساسة همين تقدرين تحطيه وأنتي مرتاحة. الحلو بترطيبه يدوم فترة طويلة، يحارب علامات الشيخوخة، وهذا أهم شيء عندنا. ابدأي حافظي على بشرتك من عمر صغير، حتى بعدين من تكبر تحتاج تدخل كيميائي. فخلونا نبلش. وبهيج أكون شاركت وياكم روتيني اليومي للعناية ببشرتي. مثل ما تشوفون ما شاء الله البشرة حلوة مشرقة، بها نظارة ما تحسونها جافة نهائيا. فأنصحكم تستخدمون هذه المنتجات، تبدأون بالعناية من سن مبكر، حتى مثل ما قلنا بعدين ما يصير أكو تجاعيد أكثر، ما يحتاج تدخل كيميائي. فكل واحد يشوف شنو اللي محتاج لبشرته، إن كان ترطيب، إن كان للتجاعيد، أو حتى روتين يومي، حتى تبقى البشرة بهذا الشكل الجميل.